أهلا بكم. في هذا الفيديو سنتعرف على فنانين برعوا في الدراما السورية، ولكنهم ليسوا سوريين. الفنان ياسين بقوش، الفنان الراحل ياسين بقوش سوري الجنسية، لكنه من أصل ليبي مهاجر استقر في دمشق، وقد كانت انطلاقته الفنية في بداية ستينات القرن الماضي. وقدم بقوش عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية الكوميدية، التي أشهرها دوره ياسينو في مسلسل أوتيل صح النوم عام 72. الفنانة نسرين طافش، الفنانة نسرين طافش فلسطينية الأصل، وقد ولدت في حلب السورية لأب فلسطيني هو الشاعر يوسف طافش وأم جزائرية، وذلك في عام 82. تخرجت الفنانة نسرين طافش من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2008، وقد شاركت في بدايتها بأدوار صغيرة شكلت لها أولى خطوات النجاح. الفنان عبد المنعم عمايري، الفنان عبد المنعم عمايري من أصل فلسطيني، درس وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وانتسب لنقابة الفنانين السورية عام 97. وهو طليق النجمة السورية أمل عرفة، وله منها طفلتان. الفنانة شكران مرتجى، لا تخفي الفنانة شكران مرتجى أصولها الفلسطينية، ولكنها تجاهر أيضا بهويتها السورية. وهي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 93، وكانت أول فرصة عمل تلفزيونية فعلية لها عندما قامت بدور انتصار في مسلسل عيلة خمس نجوم. الفنان أيمن رضا، يعتبر الفنان أيمن رضا من أبرز نجوم الكوميديا في سوريا، والذي اشتهر في سلسلة عيلة خمس نجوم وعيلة ست نجوم وعيلة سبع نجوم. وتعود أصول الفنان أيمن رضا إلى العراق، فوالده عراقي ووالدته سورية، لكنه ولد في دمشق عام 71، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا. الفنانة لينا حوارنا، الفنانة لينا حوارنا أصولها فلسطينية، وهي من مواليد دمشق في عام 69، وقد شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية. وقد انضمت الفنانة لينا حوارنا إلى نقابة الفنانين السوريين، ومن أهم أدوارها دورها في مسلسل الكواسر وأبو كامل الجزء الثاني. الفنان عبد الرحمن أبو القاسم، الفنان عبد الرحمن أبو القاسم فلسطيني الأصل، وهو من مواليد صفورية قضاء فلسطين في عام 42، ويعتبر من أشهر الفنانين السوريين. وقد قدم على مدى عشرات السنوات العديد من المسرحيات، منها على خشبتي الحمراء والقباني وفي دمشق وابن الرومية. الفنانة أناهيد فياض، الفنانة أناهيد فياض فنانة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، وتحسب على الفن السوري، وقد ولدت في دمشق عام 83. وقد درست أناهيد فياض في المعهد العالي للفنون المسرحية،
وتخرجت منه عام 2004، وتميزت بدورها دلال في مسلسل باب الحارة. الفنان رامي حنا. الفنان رامي حنا فلسطيني الأصل من مواليد مدينة دمشق، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 97. ورامي حنا أخرج وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كمسلسل الصندوق الأسود والغفران تمثيلا، ومسلسل روبي وغدا نلتقي إخراجا. الفنانة روعة السعدي. الفنانة روعة السعدي فلسطينية الأصل، وهي ابنة الكاتب هاني السعدي، كما أنها شقيقة الفنانة ربا السعدي، وقد ولدت روعة عام 88. وبدأت روعة السعدي مشوارها الفني وهي بسن 7 من عمرها، عندما شاركت في السباعية التلفزيونية أبو البنات، ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال. الفنان زيناتي قدسية. الفنان زيناتي قدسية هو فنان فلسطيني الأصل من مواليد حيفا عام 48، وقدم عددا من الأعمال في الدراما السورية. وقد نال الفنان زيناتي قدسية شهرة كبيرة من خلال تجسيده لشخصية الشيخ فكري في مسلسل باب الحارة بموسمه الثامن. الفنانة نادين سلامة. الفنانة نادين سلامة من أصل فلسطيني، وقد ولدت وعاشت في دمشق، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. وقد تميزت الفنانة نادين سلامة بدخولها عالم الفن بعدة أدوار وشخصيات مختلفة في كل من الدراما السورية والمسرح والسينما. الفنان حسن عويتي. الفنان حسن عويتي فلسطيني الأصل، حيث ولد في عكا في فلسطين عام 42، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في بلغاريا. وحسن عويتي حاصل على دبلوم في الإخراج المسرحي، وفي عام 71 انضم إلى نقابة الفنانين في دمشق. الفنانة صفاء سلطان. الفنانة صفاء سلطان هي من أصول فلسطينية، وتحديدا من مدينة جنين، وتحمل الجنسية الأردنية، أما والدتها فهي سورية من الشام، وصفاء مواليد عام 80. الفنان نضال نجم. الفنان نضال نجم هو فنان فلسطيني الأصل، ويحسب على الفن السوري، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ومن مواليد عام 73. وشقيقه التوأم هو الفنان وائل نجم. وقد شارك الفنان نضال نجم في أعمال كبيرة كالكواسر لنجدة أنزور، والأيام المتمردة، وزمن الخوف، وذكريات الزمن القادم لهيثم حقي، والدوامة.